المداخلة مهمة جدا لأنه وجب الإشادة بشكل كبير جدا بفرقة فاركو النهاردة. أداء عالمي، روح قتالية عالية جدا جدا مع مدرب مخضرم ومحترم ومميز قوي قوي، هو الكابتن طارق العشري. كابتن طارق العشري معانا على الهاتف. يا كابتن طارق مساء الخير وألف مليون مبروك. شكرا حبيبي جدا، الله يبارك فيك. مبروك طبعا، المباراة النهاردة كبيرة على المستوى الفني في الملعب، على مستوى أداء اللاعبين، تاني مباراة للكابتن طارق العشري، فأكيد كان في حسابات مهمة جدا، وخصوصا أنت بتلاعب فريق كبير جاي من نشوة انتصار كان مهم على فيوتشر في الجولة الماضية. كابتن طارق سمعنا؟ اتفضل يا كابتن. بقول ما فيش شك فوز مهم جدا امام فريق كبير زي نادي الزمالك، وبتحقق يعني 3 نقاط تانية بعد المصري، يعني اتقابلت فرقتين كبار، المصري خارج الملعب 3 نقاط، ثم دعمت برضو مركزك ب3 نقاط اخرى امام فريق كبير نادي الزمالك. وفي الشك طبعا يعني عشان تاخد 3 نقاط في ريزك بالشك ده مبارك 6 نقاط، ان شاء الله يبقى دفعه قويه جدا للولاد الفتره اللي جايه. واللي احنا درسناه خلال الاسبوع اللي فات تركي من النهارده، والولاد تفوقوا على نفسهم بشكل كويس جدا جدا تكتيكيا، وقدروا ان احنا ندير المباراه بشكل كويس، يبقى لنا الكلمه العليا داخل الملعب والترجمه ب3 اهداف، وده يعني اعتقد تاثير كبير جدا امام فريق كبير زي فريق الزمالك. طيب كابتن طارق، يعني انتصارين ورا بعض على المصري وعلى الزمالك، فرقتين تقال، فرقتين جماهيريتين يعني، لكن في نفس الوقت انا عايز اعرف ايه اللي عمله الكابتن طارق العشري بخلاف الجوانب الفنيه واللي انت دايما بتتفوق فيها في الحقيقه، لكن على الجوانب النفسيه مع لاعبي فاركو ازاي تم تهيئتهم على مدار الماتشين دول عشان نشوف النتائج المميزه دي؟ والله شوف، انا بحب العب على الوتر ده بشكل كويس جدا، والولاد صراحه يستحقوا كواليتي جيد جدا، تستطيع انك تبني عليه بشكل كويس على صعيد الخط. وده يمكن اللي نقلت له اولا لما قعدت مع الاداره مستر اياس، في توافق كبير جدا جدا بين طموحاتي وبين طموحات المجلس، وده يمكن اتفقنا عليه شويه شويه نقدر نحقق التارجت المبني للفريق زي فريق المكان اللي كان فيها صراحه لا يستحقها نظرا للدعم الكبير جدا من مجلس الاداره ومجموعه اللاعبين الجيدين، كانوا محتاجين ثقه ومحتاجين تنظيم، محتاجين استراتيجيه وهدف فلسفه ينتهجوها بشكل كويس، وده اللي يمكن نقلت لهم بشكل كبير جدا. درجه الاستجابه عندهم عاليه جدا جدا كويس، وفي فتره وجيزه في مباراتين يعني خلينا نقول من العيار الثقيل سواء المصري او الزمالك، يعني اختبارين تقال طبعا طبعا، والولاد الحمد لله رب العالمين استجابوا وحققنا فيها نتيجه جيده جدا جدا ب6 نقاط، دفعونا عملت لنا دفعه قويه جدا في جدول المسابقه. تعرف جدول المسابقه متشكل جدا في الحته دي اكيد، فاحنا كنا محتاجين نعمل قفزه كبيره جدا جدا في الشك. طبعا 3 نقاط النهارده هتدينا دفع قوي جدا جدا لمواصله المشوار، وده اللي اتمناه من اللاعبين، واللي يعني اللي انا كمان لاحظته كمان الطموح الكبير جدا لدى اللاعبين للتواجد في المنطقه اللي تليق بيهم وتليق باسم النادي. تمام، ان شاء الله باذن الله تعالى يعني خلاص يعني نبني على المباراه بتاعت النهارده، اللي احنا عندنا مباراه بعد 3 ايام مع فريق البنك الاهلي، مباراه متلاحقه ومهم جدا جدا المباراه اللي جايه لتترجم الفتره اللي فاتت دي بشكل كويس. دي جزئيه مهمه، بس انا عايز اسال سؤال يعني سؤال مهم جدا لحضرتك، هو بيتعلق بمذاكرتك لفريق فرقه نادي الزمالك قبل المباراه. نادي الزمالك كان عنده فريرة، وبعد كده جه الكابتن اسامه نبيه. الكابتن طارق العشري ذاكر زمالك فريرة ولا زمالك الكابتن اسامه نبيه، خصوصا الاثنين كانوا موجودين على الجهاز او موجودين في الجهاز الفني النهارده لنادي الزمالك، يعني على القياده الفنيه؟ لا، انا ذاكرت نادي الزمالك، ذاكرت نادي الزمالك، بس التكتيكس بتبقى مختلفة من مدرب لتاني. بغض النظر عن تواجد أسامة أو تواجد فريرة، وكل اللي احنا عملناه في الأسبوع اللي فات كان مشاهدة مكثفة لفريق الزمالك، تمام، وبناية الطريقة المناسبة اللي تواجه فريق كبير زي ده. ثم أنت عارف إن أنا في المباريات دي بلعب على تفاصيل صغيرة عشان تديني التفوق. مظبوط. الحمد لله النهارده هو ده اللي حصل بشكل كويس جدا. في الشك طبعا الهدف الأولاني اللي في الدقيقة الأولى عطى ثقة كبيرة جدا وغير المسار بالنسبة لنادي الزمالك. لما بيستقبل فريق كبير زي بيستقبل هدف، مفيش شك هو كان نادي لعب على 3 نقاط.
فكان في عرضه شويه في النواحي الدفاعيه، الهدف خلاه يفتح اكتر، وده اللي عملناه اللي هو عمل بارك كويس جدا جدا في مركز الدفاع في نص ملعبنا، والانطلاقات في المساحات الخاليه اتخلقت تلقائيا نظرا ان الزمالك اندفع للتعويض الهدف. كان نتيجتها ان هم استقبلوا هدف تاني زاد من الامور تعقيبا. طبعا لما تخش الدور للشوط الاولاني وانت كسبان كان 2-0 تستطيع انك تنظم الامور بشكل كويس جدا، على اساس ان خلاص الزمالك اصبح لا يبكي على اي شيء طبعا وهيندفع تماما لتعويض الهدفين. وده اللي لعبنا عليه، ان احنا تماسكنا كويس جدا جدا، قفلنا كل زوايا مرة شيكة، حتى الفرص اللي اتيحت نادي الزمالك تعاملنا معاها بشكل كويس جدا جدا، وكان نتيجتها صبر مع التغييرات المفيده بنزول سيفتيري، واستطاع ان هو يترجم بهدف ثالث خاصه في الدقائق الاخيره ديت. خلاص الزمالك كله اندفع للهجوم، حل عام بعد الحقول الفرديه وترجم بهدف ثالث. في الشك طبعا النتيجه العريضه ديت صراحه انا ما كنتش متوقعها. ما كنتش متوقع. لكن ربنا سبحانه وتعالى كان الجهود الجماد الفوز مستحق، لان احنا سيطرنا تماما على تفاصيل المباراه وفرضنا شخصيتنا، وده اللي انا كنت بحاول اوجده لدى اللاعبين، ان هم يقبلوا بشخصيه على ملعبهم بشكل كويس. فريق يبقى ليه انياب شرس جدا في النواحي الهجوميه، شرس جدا في النواحي الدفاعيه، منظم جدا مترابط الخطوط، وليه فلسفه بيلعب بيها. الحمد لله في خلال 10 ايام استطعنا ان احنا ربنا يوفقنا في 6 نقاط، عملوا لنا قفزه كويسه جدا أكيد. في جدول المسابقه، اكيد نثني عليهم ان شاء الله في اللي جاي ان شاء الله. طيب بتمثل لك ايه عوده عمرو جمال او ظهور عمرو جمال بالمستوى المبهر النهارده؟ بصراحه كان موفق جدا، هو خد نجم المباراه ويستحق في الحقيقه، وايضا عوده سيف تيري بهدف رائع زي ده، ومدى اهميه الهدف بالنسبه لسيف تيري وبالنسبه للكابتن طارق العشري فيما هو قادم من مباريات. مفيش شك طبعا عمرو لعيب كبير وراجع صراحه، يعني انا مشفق عليه في فتره اللي فاتت، لانه رجع من عمليه كبيره جدا بعدته عن الملاعب. لعيب زي بحاجه مع عمرو، تجارب كبيره جدا في النادي الاهلي، لما بيرجع بيبقى اشتياق كبير جدا للملعب. طبعا وطبعا طبعا نظره الاصابه اثرت عليه بشكل كويس، في بعد الملعب بشكل كويس، هو بيحاول ان هو طبعا ان هو يطور من نفسه بشكل كويس، منفذ جدا جدا لتعليمات، وده من نوعيات بحبها. هو وشكري عامل هاربهم بشكل كويس بالظبط، ومعاهم رزق. سيفتيري طبعا من اللعيبه اللي انا صراحه فوجئت بمستواه، رغم ان انا ما شفتوش بشكل كبير جدا، لكن في التدريبات بيقول انه عنده شيء يقدر يضيفه لفريق فاركو، والناس رهنت عليه وصبرت عليه فعلا. رغم انه مر بظروف صعبه جدا، من ايقاف ثم رباط صليبي ثم الرجوع مره اخرى، ويرجع في الدقائق الاخيره بالنشوه بالشكل ده بالهدف ده، حاجه ده بالهدف ده، اعتقد ده هيبقى له دافع قوي جدا جدا في خلال الفتره دي. اكيد كابتن طارق، انا بشكرك شكرا جزيلا، والف مليون مبروك مره تانية على هذا الفوز المميز والمستحق على حساب نادي الزمالك في بطوله الدوري.